مي بجاهزة، عطني الصورة على طول. طبعا نجم الرياليتي سيف الهاجري ما شاء الله اللي اخذ نجم اليوم. سيف ما قصر اليوم الصحيح، اثبت وجوده، استاهل. مع انه ترى كان غايب قبل يومين، غايب يعني من الساعة واحدة الين ما انتهينا من فقرة بدون تحيز. لكن نقول عدد ساعات البث 12 ساعة، عدد الفقرات 4 فقرات، الشيلات 13 شيلة، القصائد 8، السوالف 52 سالفة سامجة، بحثت عنها في اليوتيوب ما لقيتها، عدد المخالفات 3. أنا ودي المخالفات في المرة القادمة تذكر عشان نحاسبهم. أبو حزام عندك تعليق؟ أول قبل ما أعلق أنا أرحب بانضمام عبد الله الروقي. عبد الله الروقي أنا ما أحب المدح في الوجه، لكن دائما أقولها في غيابه وفي حضوره، يعني إذا مر إعلامي متكامل على قناة الواقع فبتجد في القائمة الأولى عبد الله الروقي. يعني هو جاي أصل لقناة الواقع جاهز إعلاميا، وأخذ تجربة إضافة إلى تجاربه السابقة، شاعر وأديب وناقد. إذن حنا اليوم في طاولة بدون تحيز، أنا أزعم أن ما مر على فقرات النقد أثقل من هذه الأسماء الحقيقة، يعني من خلال تجربة. والله يعين الشباب في سكريبت 2. الملفت للنظر الاختيار الدقيق للمقدمين وللنقاد، يعني بدأت الأمور تمشي في سياقها الصحيح. هذه واحدة. الثانية هباس مو بكان نجم الرياليتي أمس، قبل أمس، أبو أمس، أمس أمس إيه آخر 500 نقطة ورقة، اليوم ورقة واليوم سيف. بالنسبة للصلاة، الصلاة ترى هي مجرد محافظة الشباب على الصلاة في مثل هذه البرامج. تخيل 3 أشهر، من أدرك تكبيرة الحرام 40 يوما كتب له براءتين من النفاق ومن النار. يا الربع، حتى في حفظ القرآن في الأوقات اللي قبل الإقامة اللي بعد الفجر، هذه ترى هي ثمرة برامج الواقع. حنا في فترة من الفترات نقول للي يصلي في أوقات الاختبار إن هذا مرائي ولا كذا، وأذكر أحد الدعاة قال لا خله باب الرحمة واسع لعله يهتدي. لذلك تشبه وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. حتى اللي ما كان محافظ على الصلاة، الجميع إن شاء الله يصلون، لكن اللي ما كان محافظ على صلاة الجماعة من خلال هذه البرامج ترى فرصة أن يحافظ على صلاة الجماعة. يا رجل، أمك وبوك يتابعونك، إذا شافوك في المسجد كأنك مهدي لهم الدنيا وما عليها. هذه الحالة أصلاً فائدة، حتى لو أنت مقصر في متابعة صلاة الجماعة. فهذه ترى أتمنى أن يرعوا لها. يعطيك العافية أبو حزام. وهي تراها فلسفياً، من اعتاد على شيء 21 يوم صارت عنده عادة دائمة. الله، يعني تمارس الشيء 21 يوم خلاص عندك عادة دائمة. يا سلام. أبو منصور عندك تعليق على هذا الجانب؟ إيه تفضل. قبل كل شيء أنا أرحب راعي المكان عبد الله الروقي. عبد الله ما أدري له علاقة في سكريبت الظاهر، وبينهم علاقة ما أدري وش يسميها، ولكن عبد الله الروقي أبارك لأنفسنا قدوم عبد الله. عبد الله ناقد من الدرجة الأولى، وفعلا قال أبو حزام، قال ممكن أثقل لأسباب كثيرة. أهم سبب أنا أشوفه هنا كان فيه عدل في اختيار النقاد، ما كان فيه أي تدخلات، كانت من شخص واحد يرى وينظر، لأنه هو في النهاية بيقيم والجميع بيقيم. ما سألونا، يعني ما كنت أدري قبل لا يجي عبد الله الروقي عبد الله الروقي معنا في النقد، لأنه تم اختيار ما كانت بموضوع الشللية أو جروبات. صح. أو فلان يصلح لنا، لا استراحة، مو خوينا كرسي فاضي جيبوا فلان، أي أو إحنا يعني مثلا خوينا هو عبد الله كان يجينا في الاستراحة، عبد الله فاضي الله مش، لا عبد الله تم اختياره بدقة مثل ما تم اختيار بداح، مثل ما تم اختيار علي بن روية وسالم محمد منصور. بإذن الله أن المركبة تمشي والشباب الله يعينهم مثل ما قال سالم. أما بخصوص الصلاة، هذا موضوع أنا ما أحب أزايد فيه، يعني مزايدة فيه كثيرة. أنا أشوف أن الشباب إن شاء الله أنهم يصلونها تحت الهواء بإذن الله، أنا متأكد من ذلك. ولكن يا شباب مثل ما قالوا، أهم شيء لو ما أشوفك إلا أمك وأبوك بتكون ردة الفعل جميلة وتعطيهم دفعة معنوية. إن صليتوا لأنفسكم، ما صليتوا بصركم. بس يعطيك العافية أبو منصور، يعطيك العافية. أبو سحاب، تعليقك على هذه النقطة؟ أنا ما عندي تعليق بعد النقاد على النقطة هذه، خصوصاً موضوع الصلاة يعني موضوع حساس. إذا ما ثمنتها أنت كمتسابق، ما حد بزارع هذا الشيء فيك، وأنت الآن متعدي 25 20. أنا عندي رسائل مختصرة، رسالة لملاك القناة أنا لن أخذلهم إن شاء الله تعالى، ورسالة لكم كزملاء نقاد، أبشر والله بسعد. كفو. وزملائنا المتسابقين، أوعدكم إن كلكم عندي سواسية في الموضوع، سواء في الثناء ولا في العتاب.
أما الرسالة للفئة الأهم والأبرز الجمهور، حنا بدونكم ولا شيء. أشكر كل من أحسن الظن فيني في اختيار اسمي في طاولة النقد اللي أتشرف أكون مع الشباب فيها. أنا عندي ملاحظة بس لاحظتها وأنا ما تابعت إلا من فترة قريبة، أحس الشباب ما زالوا في أخطاء البدايات وحماس البدايات، وهم اليوم في اليوم 40 حماس البدايات. لاحظتهم كلهم يبون المايك، كلهم يبون يتكلمون، كل واحد يبي يقول اللي عنده، تقاطع أصوات في جلسات كثيرة غير مبرر. يعني أول واحد بدون ذكر اسم كان عندي مشكلة المايك طافي عنده، تخيل النغمة هذه حقة المايك ينزلها المخرج لها 4 مرات ما انتبه لها، هذه انتبهناها في برامج سابقة يمكن من ما جربوها ثاني أسبوع عرفناها. أنت في يوم 40 ما تعرف حقة المايك، تقاطع أصوات، غياب عن البث هذه بحد ذاتها كارثة، وأنت في يوم 40 حماس بدايات، أخطاء بدايات محسوبة عليهم، وبرنامجهم ما انطلق إلى الآن، إذا ما انطلقوا ما انطلق البرنامج. يا سلام. يعطيك العافية أبو سحاب. بداح. أول شيء أنا أرحب أبو سحاب. الله يعزك. وإضافة واسم ما يحتاج نتكلم فيه، فارض نفسه. وأستذكر أبو سحاب كان يوم من الأيام مقدم وأنا متسابق، وكان من الناس اللي يقدم نصائح ويقدم ويمسكني دائما على جنب ويوجه. هذا يدل على 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 النيه الصافيه اللي عند ابو سحاب انه يهمه عليك جود نجاح الاخرين. ترى في ناس يهمه نجاح نفسه، يعني ما يهتم في الاخرين، يهمه نجاح نفسه، ما يبحث عن احد. لكن عبد الله روقي في المهنيه، في الاتزان، في فعلا الاسم المناسب في المكان المناسب. انا فخور جدا، يعلم الله اني فخور اني في النسخه هذه اني في طاوله فيها اسماء فطاحله مثلكم شرواكم باذن الله. ان هذه اضافه لي لتجارب قادمه ان شاء الله اقوى. وانت اضافه كبيره، الله يطول بعمرك ويعلم الله اني متشرف. اما بالنسبه للموضوع الصلاه، انا ما ازيد على اخواني، تكلموا واسبوا في الكلام، وموضوع يعني عطوه حقه. الله يعطيك العافيه داح. طبعا الاخوان النقاد ما قصروا قبل امس، امبارح، لا امس قالوا ليش ما تلعبون محاوره انت يا عيفان؟